نذكر مشاهدينا بهذا الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل، حيث قصفت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس بقذائف الهاون مقرا لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتسريم جنوبي مدينة غزة. يأتي ذلك فيما أفاد مراسل الغد بسماع أصوات إطلاق نار وتحليق للطيران المروحي في المنطقة. ونتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لوصول مروحية إسرائيلية لمنطقة عسقلان تقل عددا من الجرحى جراء هذا الاستهداف. إذن نتابع معكم هذه الصور مشاهدينا من عسقلان قبل قليل لوصول هذه الطائرة المروحية وهي تقل إصابات جراء الاستهداف الذي قامت به كتائب القسام مساء هذا اليوم لمحور نتسريم تحديدا لمقر قيادة جيش الاحتلال كما أعلنت القسام في تلك المنطقة. هذا المكان هو الذي تتمركز به قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، قامت حسب شهود عيان وحسب مراسلين بإقامة نقاط تفتيش على محور صلاح الدين في منطقة نتسريم وأيضا على شارع الرشيد، شطرت القطاع إلى نصفين شمالا وجنوبا. هذه المنطقة التي يتمركز بها جيش الاحتلال ويقوم بعمليات إطلاق النار وتفتيش من يود الذهاب والنزوح من الشمال إلى الجنوب واعتقال عدد من المواطنين المدنيين الفلسطينيين في تلك المنطقة. هذه هي المرة الأولى إذن التي يتم الإعلان فيها من قبل القسام عن استهداف هذه المنطقة وإصابة مقر القيادة في محور نتسريم بصورة مباشرة. Thank you.